حصيلة القتلى في غزة تجاوزت 30,000. تابعونا بعد ثواني للمزيد من التفاصيل. برنامج اليوم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الحلقة الجديدة من برنامج اليوم. تجاوزت حصيلة القتلى الذين سقطوا في قطاع غزة في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عتبت 30,000 بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس صباح الخميس. وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة إن عدد الضحايا تجاوز 30,000 بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع ليلة الأربعاء الخميس 79 قتيلاً غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. هذا ويتزايد القلق الدولي بسبب الظروف التي يعيشها أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة، رغم الأمال بالتوصل إلى هدنة محتملة تعمل عليها الدوحة والقاهرة وواشنطن بعد نحو 5 أشهر من اندلاع الحرب المدمرة بين إسرائيل وحماس. إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين. أهلا بك معنا أستاذ عايد أبو قتيش. بداية، كيف لك أن تصف الأوضاع في غزة؟ يعني من خلال متابعتنا في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واضح أنه الأوضاع اللي بيعيشها الأطفال الفلسطينيين في القطاع هي أوضاع مأساوية. يعني الأطفال الفلسطينيين اللي بينجوا من صواريخ الطائرات ومن القذائف المدفعية عملياً، يعني ممكن أنه ما ينجوا من عمليات التجويع والتعطيش اللي بتمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال يعني الحد من دخول المساعدات الإنسانية الضرورية لاستمرار الحياة، وتحديداً في الجزء الشمالي من قطاع غزة. يعني بالرغم كل هاي الممارسات الإنسانية اللي بتندرج ضمن إطار عملية الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة وتحديداً في شمال قطاع غزة، إلا أنه يعني في هناك صمت دولي مطبق على الممارسات الإسرائيلية اللي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يعني في هناك عملية تقنين لدخول المواد الغذائية، في عملية تقنين لدخول المياه والوقود، إضافة لاستهداف كل المستشفيات في قطاع غزة اللي معظمها خرجت عن الخدمة. يعني المعلومات اللي بتورد من قطاع غزة يعني بتشير إنه الأطفال الفلسطينيين وتحديدا الأطفال دون سن 5 من العمر، إضافة للمواليد الجدد، يعني في صعوبات جمة بتواجههم من أجل يعني الصراع للاستمرار في الحياة. فيعني المطلوب من المجتمع الدولي الفرض على دولة الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الأساسية لحياة الفلسطينيين في قطاع غزة. وإحنا بنشوف إنه يعني كمان إنه في هناك تأثير على تمتع الأطفال الفلسطينيين بكافة حقوقهم الوردة في اتفاقية حقوق الطفل، يعني الوضع النفسي للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا مبني عن تجارب سابقة خلال العدوانات الإسرائيلية السابقة على قطاع غزة، بالرغم من إنه يعني بالمقارنة مع هذا العدوان الأخير يعني تعتبر عدوانات مصغرة، إلا إنه تولد عنها العديد من الأزمات النفسية عند الأطفال الفلسطينيين في الفترة الحالية. حتى بعد الانتهاء الحرب راح يكون في هناك تبعات. طبعا سنتحدث عن هذه النقطة، سنتحدث عن هذه النقطة ونفسية الأطفال في ظل هذه الحرب، لكن يعني أكثر من 11,000 طفل قتلوا منذ بداية الحرب في غزة. هل باستطاعة أن نقول أن مصير الأطفال هناك مصير مخيف مبهم ربما؟ بالتأكيد، يعني الحق في الحياة هو عمليا مرتبط في الحق في البقاء والنماء. يعني الموضوع مش مرتبط بس في الأطفال
اللي تم قتلهم على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلي. الموضوع ايضا مرتبط في يعني ظروف حياه الاطفال الفلسطينيين في قطاع غزه وتمتعهم في حقوقهم الاخرى اللي بتضمن يعني نمائهم بالمعنى الشامل للكلمه. فيعني كل الظروف العامه اللي بتخلقها سلطات الاحتلال الاسرائيلي من خلال يعني منع دخول المساعدات الإنسانية بالتأثير راح تأثر على تمتع الأطفال على بقائهم ونمائهم، إضافة لعملية استهداف لحقوقهم الصحية، حقوقهم التعليمية، حقوقهم في مستوى معيشي مناسب، لأنه عمليا تم تدمير أكثر من 70% من البيوت الفلسطينيين في قطاع غزة. في هناك عملية تدمير للمستشفيات وإخراجها عن الخدمة، في عملية تدمير للمدارس، وفي الفترة الحالية بتم استخدام المدارس كمراكز إيواء، يعني حتى في ظل إنه انتهت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم، يعني بالتأكيد تمتع الأطفال الفلسطينيين في حقوقهم الأخرى راح يتأثر لفترات وسنوات عديدة قادمة. طيب، بعيدا عن القصف، لكن الأطفال طبعا في قطاع غزة، يعني هناك المساعدات، هناك منع لدخول المساعدات في قطاع غزة، فهناك البعض يموتون اليوم من الجوع. يعني بالتأكيد، وهذا هو عنصر آخر جزء من العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، يعني تحديد دخول المساعدات يعني المهمة للحياة سواء من خلال الغذاء أو الماء أو الدواء، يعني هي بالتأكيد بتأثر على يعني حق الأطفال الفلسطينيين في الحياة، يعني بالرغم من أنه كل الممارسات الإسرائيلية هي بتندرج ضمن إطار يعني جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أنه حتى اللحظة المجتمع الدولي عاجز عن فرض دخول المساعدات الأساسية للحياة لقطاع غزة، وفي هناك عملية تقطير في دخول هذه المساعدات، يعني في العديد من المناطق في قطاع غزة مثل مدينة غزة والمناطق الشمالية من قطاع غزة، بالرغم من محدودية المساعدات اللي توصل بعد العديد من التنسيقات المعقدة من خلال يعني وكالة الغوث ومن خلال الصليب الأحمر، إلا أنه عند وصول هذه المساعدات لمناطق مدينة غزة يعني بيتم وذهاب الفلسطينيين لاستلام هذه المساعدات اللي هي ضرورية لاستمرار حياتهم، بيتم استهداف المنطقة اللي بيتم فيها توزيع المساعدات اللي بتؤدي إلى عملية قتل في أوساط الفلسطينيين والإصابة، ووسائل الإعلام يعني أظهرت عملية استهداف الفلسطينيين اللي بيبحثوا عن لقمة الخبز في هاي المناطق من خلال يعني إطلاق الرصاص عليهم أو قصف هاي المناطق، يعني حتى في حال إنه وصول هاي المساعدات لمناطق محددة من قطاع غزة، إلا أنه بيتم استهداف يعني هاي المناطق بالرغم من أنه بيكون في هناك يعني تنسيق مسبق مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لدخول هاي المساعدات. مأساة حقيقية يعيشها أطفال غزة. ماذا كذلك عن انتشار الأمراض والأوبئة؟ ما هي أخطر الأمراض التي تهدد الأطفال في القطاع؟ يعني كل البيئة العامة اللي بيعيشوها الأطفال الفلسطينيين في القطاع سواء كانت من خلال يعني تعطيل نظام الصرف الصحي أو عدم وجود مياه صالحة للشرب أو عدم تواتر الإمدادات الغذائية، بالإضافة لعملية قصف وتعطيل المستشفيات والمراكز الصحية، فيعني كل هاي العوامل هي يعني بتأثر على تمتع الأطفال الفلسطينيين بالصحة المناسبة، يعني إلك إنه تخيلي من 5 شهور ما كان في هناك عملية جمع النفايات من قطاع غزة، يعني تم استهداف نظام الصرف الصحي، المياه اللي بيشربوها الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة هي غير صالحة للاستهلاك البشري، إضافة لأنه الحليب الضروري للأطفال الحديثي الولادة غير متوفر، الحضانات في العديد من المستشفيات لا تعمل، يعني كل البيئة هي يعني مضادة لتمتع الأطفال الفلسطينيين في حقوقهم في قطاع غزة.
وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعمل يعني على استهداف كل ممكنات الحياة في قطاع غزة للأطفال الفلسطينيين، يعني إضافة لعملية استهداف حياة الأطفال الفلسطينيين بعمليات القتل من خلال يعني صواريخ طائرات وقذائف المدفعية، وعملية استهداف المناطق المدنية والمنشآت المدنية. في هناك عملية استهداف للحياة من خلال استهداف ممكنات الحياة للأطفال الفلسطينيين، سواء من خلال الماء أو الدواء أو الغذاء. طيب حضرتك كمدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وكل المنظمات الدولية للدفاع عن الأطفال وحماية حقوق الأطفال، ما هو دوركم في ظل كل ما يحدث؟ أين هذه المنظمات اليوم في ظل كل ما يحدث للأطفال المحتاجين اليوم أكثر من أي وقت سابق للمساعدة؟ يعني في هناك حالة عجز عند كل المنظمات بسبب ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء يعني الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو وكالات الأمم المتحدة، على اعتبار أنه حركتهم في قطاع غزة محفوفة بالعديد من المخاطر. يعني كان في هناك العديد من الحالات اللي تم التنسيق لطواقم الهلال الأحمر للوصول لهذه المنطقة من خلال الصليب الأحمر، إلا أنه مجرد وصول طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني لهذه المناطق كان في هناك عملية استهداف لهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اللي أدت لاستشهاد العديد من طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني، بالرغم من كل التنسيقات مع الجهات الإسرائيلية. فيما يتعلق بوكالة الغوث، يعني وكالة الغوث نفسها بتتعرض لهجم شرسي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل يعني منعها على القيام بدورها، وتحديدا في هذه الفترة العصيبة من حياة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال يعني تشويه صورة وكالة الغوث. والعديد من الدول للأسف يعني جمدت تقديم المساعدات لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين. فيعني المسؤولية هي بشكل أساسي بتوقع على الدول، على اعتبار أن الدول هي الموقع للاتفاقيات الدولية، يعني سواء اتفاقيات حقوق الإنسان أو الاتفاقيات اللي تعتبر جزء من القانون الدولي الإنساني. ولكن يعني بالرغم من عدم احترام إسرائيل لكل المعايير والمبادئ الدولية فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات، إلا أنه يعني ما في هناك ضغط كافي من دول العالم على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الوفاء بالتزاماتها، وتحديدا تجاه المدنيين الفلسطينيين. على نقيض من ذلك، يعني في السابق كان في هناك حالة صمت من قبل العديد من الدول حيال ما يجري من جرائم من قبل دولة الاحتلال بما أن الإسرائيلي حضرتك تجاه تتحدث المدنيين عن الفلسطينيين للأسف. المساعدات وصعوبة وصول المساعدات لقطاع غزة، لكن هناك من يقوم بعض البلدان مثل الأردن، مثل مصر، مثل الإمارات وقطر قاموا بعمليات إنزال جوي لهذه المساعدات التي اعتبرت مباشرة لأهالي قطاع غزة على مختلف المناطق، لكن في ذات الوقت هناك مخاوف من أهالي غزة، من طرف أهالي غزة، أن يكون هناك هجمات خلال توزيع المساعدات، وعندما يكون هناك تجمع مثل ما حصل منذ قليل مجزرة في دوار النابلسي، فيجب كذلك أن يكون هناك ضغط فيما يتعلق بتقديم طريقة تقديم المساعدات وضمان الأمان لأهالي قطاع غزة والأطفال عند سعيهم لإحضار هذه المساعدات وتقسيمها. يعني بالتأكيد كل المساعدات اللي بتوصل من خلال الجو هي يعني بتشكل نسبة مئوية ضئيلة جدا من الاحتياجات للسكان الفلسطينيين اللي بيعيشوا في مناطق مختلفة من قطاع غزة. من الضروري انه يكون في هناك يعني جسر بري اللي من خلاله يتم امداد الفلسطينيين في قطاع غزة باحتياجاتهم من الماء والغذاء والدواء والوقود، الا انه يعني هذا الوضع يعني مشروط بالموافقات الإسرائيلية اللي بتقنن وبتحدد كمية المساعدات، يعني حتى إنه الفلسطينيين يظلوا يصارعوا من أجل الحياة. مثل ما تفضلتي،
انه يعني في حالات الانزال الجوي بالرغم من ضآلتها الا انه بيتم استهداف المناطق اللي بيتم فيها عمليات الانزال او مناطق التوزيع اللي بيتم فيها توزيع المساعدات الانسانيه بشكل بري. فالموضوع يعني هو مرتبط بموقف دول العالم من يعني السماح او عدم سماح اسرائيل في ادخال المساعدات الانسانيه الضروريه طيب لاستمرار أستاذ الفلسطينيين في عايد، قطاع هل غزه. لديك هون معلومات ما في وتفاصيل عن ما موقف حدث منذ سياسي قليل داعم في لذلك. دوار نابلسي المجزرة عندما كان هناك تجمع لإحضار المساعدات وتقسيم المساعدات؟ هل لديك تفاصيل؟ يعني هاي عمليا اتكررت في يعني اكثر من مركز لتوزيع المساعدات، يعني في ويعني في معظم المراكز بيكون في هناك عملية استهداف اسرائيلي لنقاط توزيع المساعدات الإنسانية حتى يمنعوا الفلسطينيين انه يعني الحصول على هاي المساعدات. وعلى مدار الأسابيع السابقة كان في هناك عملية استهداف لأكثر من منطقة في توزيع المساعدات الإنسانية، بالرغم من أنه هاي المساعدات الإنسانية بيكون يعني في هناك عملية تنسيق لدخولها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه طيب بمجرد يعني وصول هاي المساعدات لمنطقة محددة معروفة مسبقا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بتم استهداف يعني الفلسطينيين في هاي المنطقة. طيب فالفلسطينيين عمليا يعني إما بموتوا من الجوع أو بموتوا من خلال الرصاص الإسرائيلي هذه نتيجة الحرب للأسف. للأسف. مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أستاذ عايد أبو قطيش، كنت معنا مباشرة من رام الله، شكرا لك على هذه المداخلة. إذا قتل مواطن سوري في موضوع آخر في محافظة السويداء بطلقة نارية في الصدر أطلقتها عناصر أمن النظام السوري مستهدفة تظاهرة مناهضة للأسد، وكان عشرات المتظاهرين تجمعوا منذ صباح الأربعاء ورددوا شعارات مناهضة للأسد وتطالب بإسقاطه. وبينما حاول البعض منهم دخول مركز التسوية، بدأ العناصر الأمنيون المنتشرون هناك بإطلاق النار، واخترقت رصاصة صدر شاب من أبناء المحافظة، ولم تفلح التدخلات الطبية في إنقاذه بعد نقله بشكل فوري إلى مشفى السويداء الوطني، وفق قول سليمان فخر رئيس تحرير شبكة الراصد الإخبارية. بعد الفاصل المؤلف الموسيقي العالمي عمر حرفوش، ابقوا معنا. أهلا وسهلا من جديد، فقرتنا عن الفن والموسيقى. كرم البيانيست والمؤلف الموسيقي العالمي عمر حرفوش في دبي خلال توزيع جوائز كايل في حفل كبير حضره شخصيات عربية شهيرة من كل الدول العربية. وعزف حرفوش مقطوعته الشهيرة للسلام ومقطوعة طرابلس التي أهداها لأهل طرابلس، معزوفة من أنقذ حياة واحدة أنقذ البشرية، ومعزوفة السلام المهداة إلى طرابلس في لبنان، هما رسالة الموسيقى والعازف العالمي أو الموسيقار عمر حرفوش للعالم. العازف اللبناني العالمي عمر حرفوش أثر في العالم بموسيقاه ومعزوفاته التي تحمل رسالة إنسانية تدعو إلى السلام ووقف الحروب. قدم حفلات موسيقية في المعهد العالمي العربي بفرنسا والبرلمان الأوروبي، وتم تكريمه منذ أسبوع كما سبق وذكرت في دبي في حفل جوائز كايل وسط حضور عالمي. أستاذ عمر أهلا وسهلا. أهلا رشا، أهلا فيك. سعيدة جدا أنك معنا اليوم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج اليوم. بداية لاحظت أنه مقطوعاتك أو المقطوعة اللي قدمتها في دبي وفي مختلف طبعا طلاتك علينا هي لها علاقة دائما بلبنان، حب لبنان يرافقك حتى في الموسيقى. نحن اللبنانيين متعلقين كثير ببلدنا ولو عايشين برا. أنا صار لي 30 سنة عايش خارج لبنان،
ولكن مش أنا كل بس كل لبناني بنحب وطننا ودائما عنا حنين لإله. هلا أنا كموسيقي طبعا أنا شرقي ومن لبنان تحديدا، فوقت بكتب موسيقى أو بعزف موسيقى اللي هي موسيقى أوروبية لأنها كلاسيكية، دائما بتطلع الألحان وخصوصا بتأليفاتي ألحان شرقية، ألحان من داخلي ووجداني اللي هو 100% لبناني. أنا ما عندي انتماء غير لمنطقتي وللبلد يلي أنا كنت موجود وعشت فيه وخلقت فيه. بتلهمك طرابلس أو بتلهمك لبنان؟ وشو بيلهمك في البلد؟ أنا طبعاً كنت أعرف من لبنان فقط طرابلس لأنه أنا خلقت وربيت بفترة الحرب الأهلية اللبنانية، اللي يمكن حضرتك من جيل جديد أكثر الناس نسيتها، ولكن أنا من الأشخاص يلي عشتها كل حياتي وما كنت أعرف غير لبنان بحالة حرب وما كنت أعرف غير طرابلس. فعندي كان حدود العالم يلي أنا كنت عايش فيه هو البحر، لأنه طرابلس هي شبه جزيرة من جانب البحر ومن جانب تاني الجبل. فأكثر تأليفاتي هي متعلقة بهالأشياء اللي أنا كنت شايفها. مثلا في مقطوعة طرابلس اللي أنا كثير بحبها وأكثر شيء هلا عم بحبه الناس هي مقطوعة طرابلس، وعندي كمان مقطوعة تانية اللي هي جبال الأربعين يلي هو جبل يلي دغري بيصير ورا مدينة طرابلس. وأنا كنت وقت كنت صغير كنت أفكر إنه العالم بينتهي هيدا الحيط اللي هو جبل ورا ما في شيء ورا البحر ما في شيء. طبعا هذا وقت كنت صغير. إلهامي بيجي من مدينة طرابلس، من روائح طرابلس، من شوارعها، من أصدقائي اللي كنت عايش أنا وياهم فيها، من المدرسة اللي كنت أدرس فيها، من الأكل الطيب لأنه طرابلس كمان معروفة بأكله وبمناخها وبطقسها. مدينة طرابلس يمكن هي من أجمل مدن بالعالم لأنه فيها التاريخ، فيها الحضارة الإغريقية اليونانية، فيها العمارة التركية المملوكية، فيها العمارة الفرنسية وقت الانتداب الفرنسي، وفي طبعا اللي اهل طرابلس هن عمروه وعملوا منها من واحده من اجمل المدن بالعالم. وجمال طرابلس ما حدا بيقدر يقول انه مش موجود، كل انسان بيزورها. وانا رحت زرت كثير لبنان مع موسيقيين عالميين ومع اجانب ينغرموا دائما من اول مره بهاي المدينه، مدينه جميله جدا. وان شاء الله شي يوم رشا انت كمان بتزوريها. ما عندي اي شك، وان شاء الله انا كمان متحمسه اني ازورها لانه حكيت عنها بحب وبشوق، فتخلي الواحد انه يتحمس اكثر يزور طرابلس ولبنان، مع اني رحت على لبنان. بس حضرتك يمكن لانه انولدت بظروف صعبه بحرب، فهي دائما تكون رسالتك في الموسيقى للسلام، هذا هو السبب؟ هيدا واحد من الاسباب، يمكن هو حتى سبب باطني اساسي، لانه وقت اللي كنت بطرابلس بفتره الحرب اللي انقذني من حاله الضياع والموت اللي كان محيط حتى بالحي اللي كنا عايشين فيه هو البيانو. وقت البابا وقت والدي اشترى البيانو لاختي الكبيره وفات البيانو على البيت وانا بلشت اعزف كنت صغير، ومن وقتها وانا كنت بس اكون على البيانو اكون بحاله سلام. فالمقطوعه اللي الفتها واللي اخذت نجاح كثير وقت اللي عزفتها اول مره بالاتحاد الاوروبي وكانوا قاعدين كل مسؤولين الاتحاد الاوروبي وسمعوها ولاقي ترحيب، هي كانت اني انا عم بعرض البيانو والموسيقى لكل الاطفال وكل البشر اللي عايشين على الارض حتى يجوا يحتموا بالموسيقى وبالبيانو، لانه البيانو والموسيقى ممكن يحميهم من العالم الشرس اللي فيه حروب وفيه ناس عم واطفال عم تموت. فهيدا طبعا الموسيقى حمتني انا لالي من الحرب واعطتني السلام، سلام داخلي، وانا ما بقدر غير الا اني اتمنى انه السلام كمان يعم وين ما كان والعالم كلياتها تصير تفكر فيه. اليوم نحن باشد الحاجه لكلمه السلام. اليوم طبعا ما حدا عم يحكي بهذا الموضوع لانه الكل عم يتسابق كيف ممكن نحن نعمل حرب اكثر ونعمل دمار اكثر وتموت ناس اكثر، بينما اللي لازم نحن نطلع عليه هو كيف ممكن نحن ننقذ البشر كلياتهم، وخصوصا انه هالجمله هي ذاتها اللي هي انقاذ البشريه. اذا انقذنا روح وبشر واحد وشخص واحد ننقذ البشريه اجمعا. هي موجوده بالتوراه وهي موجوده بالقران الكريم، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، هي نفس الجمله. وطبعا بالانجيل كمان هي نفس الجمله. فنحن لو نرجع للديانات السماويه والرساله يلي نحن تبنيناها كناس شعوب بتنتمي لها وثلاث اديان، لازم انه نحن نفكر بس بالسلام وكيف ممكن ننقذ شخص واحد. اذا كل واحد منا انقذ شخص حياه واحده ينقذ البشريه كلها. سمعتك من شوي أستاذ عمر كنت عم تحكي مع
يمكن ناس معك بالغرفة وعم تقول شيء غريب أنه تسمع واحد معنا عن نشرة أو موجود مباشرة من فلسطين من رام الله. في ظل كل ما يحدث اليوم في غزة، إذا كان تصورك، إذا كان عندك تصور لمعزوفة موسيقية أنت تقدمها توصف بها الوضع في القطاع، كيف راح تكون؟ خلينا نتخيل معك. أنا الحقيقة كنت عم بتجنب كتير أني أحضر أخبار وشوف شو عم بيصير، لأنه هالشي بيأثر بكل إنسان. ما كنت أعرف أنكم عم تسمعوني. الكاميرات اللي عم تصورني من باريس، أنا هلأ موجود بباريس، كنت عم أقول له أني أنا متأثر أنه في شخص من رام الله هلأ، يعني كأني كنت أنا موجود برام الله. فطبعاً تأثرت، وكان عندي دغري ذكرت حالتي أنا وبطرابلس وقت اللي كانت حرب أهلية. كنت عم تحكم على الأطفال عم بيموتوا، ما بدي أنا أقول بمنطقة معينة، لأنه اليوم عم يموتوا الأطفال وين من كان، ما حدا عم يحميهم. صح. ما حدا عم يفكر أنه كيف ممكن ينقذهم أو ما يترك هالشي يصير. فطبعاً أنا دغري ذكرت أنا وراجع من المدرسة أنا وخيي وليد، وكيف صار في قواص، وكيف صار في غارات طيران، وكيف كنا رح نموت نيناتنا، وكيف أنا حميته هو حماني، ودغري شخصت حالي مكان هودي الأطفال اللي كنتوا هلأ أنتوا عم بتأرجون. ما بقدر ما أفكر بهذا الموضوع. فإذا اليوم أنا قادر أني أنا وجه رسالة للناس كلياتهم هي عبر الموسيقى، لأنه مني قادر أعمل أي شيء تاني غير أني أنا ألف موسيقى وأعزف موسيقى لحتى وصل رسالة السلام. كيف تتخيلها تكون المعزوفة الموسيقية؟ بتكون حزينة، هادية؟ خلينا نتخيل. أنا الموسيقى يلي ألفتها هي ببدايتها كتير فرحة، وبحكي أنا قبل ما أعزف أنه هيدا العالم اللي إحنا كان المفروض نكون عايشين فيه، اللي هو عالم في حب وفرح وعلاقات اجتماعية عادية وكل الأشياء المنيحة، والعالم اللي نحن المقطع الثاني هو العالم اللي نحن حولناه، يلي كيف دمرنا كل شيء كان موجود وكان منيح وعملنا منه المأساة اللي نحن عايشينها، والمقطع الثاني هو حزين. ولكن دائما بجرب بكل الأحوال بالنفق المظلم خلي يبين ضوء مبين بالآخر. وأنا هون بالقطعة مستخدم آلة الترومبيت يلي عم يعزف مع البيانو، البيانو عم تحكي على المأساة والترومبيت عم تعطي الأمل أنه نحن يمكن نخرج من النفق، والخروج سهل، مجرد ما نتفق أنه نحن ما بقدر ندل بالنفق بنقدر نطلع من النفق. فهيدي أنا بالموسيقى بجرب دايما أني أرجي أنه نحن في عنا كمان يدل في أمل، ونحن اليوم كلياتنا بحاجة لمساحة نحس فيها بأمل، لأنه للأسف ما حدا عم يقترح أي شيء ممكن يكون نحن نكون حاسين فيه أنه أمل وخروج من المأساة اللي عايشينها. بعد سنوات طويلة وأنت تعزف البيانو، بتحس أنه البيانو هو اللي اختارك أو أنت اخترت البيانو؟ مش معقول هذا السؤال، أنا دائما بسأله لنفسي. يعني أنك سألتيني أول مرة حدا يسألني، بس بالفعل أنا ماني عارف إذا أنا اللي اخترت البيانو ولا هو اختارني، لأنه البيانو ما أجا لعندي على البيت، البابا جاب البيانو لأختي الكبيرة، وأنا كنت حس أني أنا دخيل عليه لأنه هو كان بس لأختي، فكنت أتمرن حتى وقت الأهلي ما يكونوا موجودين بالبيت، ما كان حدا يعرف أني أنا كنت عم أتعلم لوحدي. ولكن ما بعرف إذا هو اختارني ولا أنا اخترته، بس أوقات فكر أنه هو اللي اختارني، هو الأنج غارديان، يعني هو الملك اللي يحميني. صح، الملك الحارس. والبيانو رافقني كل حياتي من أنا عمري 11 سنة لهذه اليوم، البيانو اللي وراي هو البيانو اللي بيسافر معي، المكان إقامتي دائما هذا البيانو تحديدا هو اللي بيقرر أنا بأي مكان عايش، المكان اللي هو موجود فيه يعني أنا عايش فيه، متعلق فيه. يمكن وفائي لليوم هو أكثر شيء للبيانو، طبعا أنا بجرب أكون وفي بكل حياتي، ولكن علاقتي أنا وهالآلة هي علاقة كثير قريبة، وطبعا حمايتي. يعني حتى بقدر اقول لك مثل اني اوقات انا بشوف بمنامي انه في قصف وفي حروب وانا متخبى ونايم تحت البيانو، يعني بعتبره هو مثل قبه بتحميني وبتحمي الوجود تبعي. طبعا من شوي لما كنت احكي مع حنان وتشرح لي عن حضرتك واهتماماتك وفنك اللي بتقدمه، حكيت لي عن نقطه انا ما شفتها غريبه الصراحه، حكيت لي عن حبك للطبيعه والى اي درجه تحب توعي الناس عن مدى اهميه الحفاظ على البيئه. انا نشوف انه كل فنان يعني عنده حب للطبيعه، لانه خصوصا لما تكون الموسيقى والبيانو، لانه البيانو تحسها
مع الأصوات اللي بنسمعها في الواقع وفي الطبيعة، كأنها كمان معزوفة موسيقية. صح. أنا بس خالص المقابلة رح أبعت لك معزوفة جبال 40، رح أبعت لك إياها، Thank أبعتها you. لحنان وحنان بتسمعك إياها. فيها بتسمعي العصافير ببدايتها، بتسمعي كيف أجناس مختلفة من العصافير، بتسمعي المي. نحن في شيء اسمه الساقية، اللي هو الثلج وقت بدوب على جبل بتنزل المي هيك سريعة نظيفة كثير طيبة، بنسميها الساقية. بتسمعي صوت المي كيف نازل، هذا كله بالموسيقى. بالنسبة لي الطبيعة والبيئة هي مهمة جدا للإنسان، لأنه نحن بالنهاية أمنا هي الأرض وهي الطبيعة. بلبنان، وأنا من لبنان، ما في اهتمام بالبيئة، بالعكس في تدمير للبيئة. مع أنا أنه لبنان بتواجد فيه بدبي، طبيعة خيالية وجميلة جدا. صح، وأنا هالشيء بشوف العكس تماما عم بيصير بالإمارات وتحديدا بدبي. بتلاقي إنه من ولا شيء عم يخلقوا بيئة وعم يخلقوا طبيعة، وحتى المياه شغلة مهمة مثلا بدبي. بلبنان المياه تلوث وبيزتوا فيها الأوساخ وبيزتوا فيها المجارير وما إلى هنالك. أنا بقدر أقول لك وبكل فخر إنه في ضيعة بلبنان اسمها كروم عرب، أنا بجرب إني أعمل فيها وساهم فيها بالأشياء البيئية تحديدا، اللي أنا بفترضها أنه هي لازم تكون موجودة بحي الله ضيعة وبحي الله مكان بلبنان وبحي الله منطقة بالشرق الأوسط. وهالشيء عم أنجح فيه، وخصوصا أني أنا ساهمت ببناء المدرسة هناك، بالمي اللي بتطلع من الأرض أنها تكون نظيفة، والمجارير أنها ما تصب بالأرض لحتى يطلع الزرع نظيف وما إلى هنالك. وأحلى شيء عندي اليوم أني أنا أروح زور هذه المدرسة، زور هذه الضيعة اللي هي ولد فيها والدي، اسمها كروم عرب، والطبيعة فيها خلابة، الجبل رائع والزرع. وحتى بلبنان عندنا ميزة إنه مثلا بهالضيعة عندك الشجر المانجو والأفوكا والكرز والعنب واللوز كليته بتلاقيه بحديقة واحدة. فنحن ليش لحتى ندمر هيدا الكنز يلي نحن الطبيعة عطتنا إياه وننهي، بينما بنلاقي مثلا، وطبعا مثلا عم بعطي مثلا دبي، عم تروحي وين ما كان بتلاقي في خضار وبتلاقي المي عم بترش وتلاقي الشجر عم بيحط عم يزرعوه وين ما كان. فنحن بلبنان لازم نهتم اكثر بالبيئه وتكرير النفايات والمجارير والانهار، لازم نخليهم نضاف لانه هن موجودين اصلا كانوا نضاف بالطبيعه، ونحن جينا ولوثناهم ونزعناهم. حضرتك مثل ما قلت في بداية اللقاء أنك تغربت من 30 سنة، انتقلت إلى فرنسا من 30 سنة وتحديدا باريس، ف يعني يمكن كنت ما احترفت البيانو، ما احترفت العزف بشكل كامل. شو إحساسك لما ترجع بعد 30 سنة تتكرم في بلدك وتتكرم في بلدان عربية تقدر الفن؟ أنا كتير سعيد، وخصوصا بالجائزة اللي أخذتها بدبي الأسبوع الماضي بالحفل اللي كان منظم كان من ودنا تكون أمال معانا في شومان. الاستوديو. يا ريت، بس اضطريت أروح على باريس. المرة الجاي إذا العزيمة فيكي ترجعي تهدي لي إياها برجع لعندكم على بتنورنا الاستوديو أكيد. بتنورنا. فطبعا شكرا. طبعا أنا فخور، وفخور مش بس لإلي، لأنه وقت اللي باخذ جائزة كبيانيست ومؤلف، أنا بألف موسيقى كلاسيكية بمنطقة وبعالم اللي هو العالم العربي يلي ما كتير بيعطي اهتمام بالموسيقى الكلاسيكية. هيدا الرسالة للأجيال اللي جاي، على القليل مثلا اليوم بيحضروا الانترفيو بيصيروا يهتموا بالبيانو، بيقولوا ممكن الواحد يعمل يأسس حياته ويبني مستقبل عبر آلة، أو بفضل آلة البيانو. فهيدا بخلينا يمكن نفكر إنه إحنا نبني مدرسة موسيقية، مش بس الآلات الشرقية ومش بس العزف الشرقي، نحن عندنا موسيقيين، عندنا محترفين لبنانيين وعرب بيعزفوا بكل دول العالم. أنا عندي أوركسترا 15 موسيقي بأوروبا، معظمها من سوريا، من مناطق مختلفة من سوريا، فيها من السويد، فيها من لبنان، فيها من بلجيكا، من كل أنحاء العالم. بس بتلاقي إنه طالما الواحد بيعرف يقرأ نوتة، بيعرف يشتغل، يعني بيعرف يمارس باحتراف الموسيقى، بنقعد سوا وبنطلع. على فكرة أنا عم شوف كمان المشاهد الطبيعية اللي عم نشوفها هلا على الشاشة. هاي جزيرة قدام طرابلس، نحن عندنا تقريبا شي 9 جزر، كل واحدة أجمل من الثانية، والمحل اللون الأصفر والزرع الأصفر هيدي محمية اسمها جزيرة النخل، فيها الأرانب وفيها النخل وفيها كمان حشائش، والطبيعة فيها جميلة جدا. مثل ما قلت حضرتك إنه
الموسيقى اللي أنت تهتم بها أو البيانو معروف أكثر أنه الموسيقى الكلاسيكية موسيقى أوروبية بالدرجة الأولى، والشباب ما بعرف إذا عندهم اهتمام، أنت بتشوف أنه عندهم اهتمام بهذه الموسيقى؟ طبعا عندهم اهتمام الوعي بيكون كمان من المدرسه ومن العائله، لانه انا حتى بذكر وقت انا قلت له لو لبي انه انا بدي اصير بيانيست قال لي بس ما فيك تعيش من البيانو، فطبعا الاتجاه هو انه لا، خصوصا الشباب لازم يكون مهندس وطبيب ويعمل يدرس شيء تقدر تأمن له مهنه لحتى يكون عنده امكانيات ماديه، هذا شيء طبيعي كمان، حتى باوروبا العالم بيعتلوا هم اذا بده يصير موسيقي، لانه الموسيقي حضرتك عم تعيش من البيانو؟ أنا عايش من البيانو أو عم عايش البيانو، يعني اليوم إذا بيانيست مثلا، إذا بتاخدي مثل عبد الرحمن الباشا اللي هو بيانيست لبناني، هو عايش من البيانو، بيسافر بكل أنحاء العالم، بيعمل كونسيرات، بيسجل أسطوانات وعايش من البيانو. في كثير موسيقيين عايشين من آلاتهم، إن كان الفيولون ولا الجيتار ولا البيانو. وفي كمان طبعا الموسيقى الشرقية اللي هي بتخلي الواحد يصير غني، إذا الواحد بغني وبيصير مشهور وهيك بالمناطق بالدول العربية حتى بيقدر يصير مليونير. ولكن أنا اخترت الآلة اللي هي الكلاسيكية اللي هي ما بتخلي الواحد يعني يصير مثل طبيب او جراح الا اذا نجح. انا عندي هلا حظ اني عندي برنامجي كل السنه مواعيد وكونسرات، الاسبوع الجاي بست الشهر يعني بعد تقريبا اقل من اسبوع بدي اعزف مع الاوركسترا الفيلارمونيه بجنوب فرنسا بمسرح الكبير اللي هو المسرح الاوبرا، وجاي عليه مئات الاشخاص بدي اعزف كذا مره. هيدا شغل، هيدا بيخلي الواحد يعيش. وطبعا الموسيقي يلي بيحب الموسيقى همه أكثر شيء إنه هو موسيقته تصير تنسمع، يصير معترف فيه. إذا كان بيانيست محترف يصيروا الناس يسمعوه، يقدر يسجل أسطوانات. فهيدا هالشيء الفرح يلي بيحصل عليه بفضل العمل يعني اللي هو العزف، ما في أي سبب بالعالم تقدر توازيه، لأنه هيدا بتعطي يعني الواحد بيفرح من الشيء اللي هو نجح بيعمله. أنا وقت بعزف بيانو مع الأوركسترا تبعيتي اللي هي 15 موسيقى بحس بسعاده، بحس بفرح، وخصوصا وقت بشوف بعدين نظره الناس وكيف عينيهم عم يعني البغيونس العينين بتلمع، بتصير هن عم يحكوا مع الموسيقيين، هن عم يتسمعوا للموسيقى. فهيدا ما له ثمن، وهيدا ولا اي سر بالعالم ممكن تضاهيه. استاذ عمر بتوعدني لما يكون عندك كونسير في دبي تعزمني؟ اكيد بوعدك. خلص قدام كل الناس انا استاذ عمر لما يكون في دبي رايحة أحضر له حفلة. شكرا لك عمر حرفوش. شكراً. بيانيست ومؤلف موسيقى عالمي، شكرا لك على كل أو هذه المداخلة الجميلة واللطيفة عن الفن الكلاسيكي العالمي. إذن فاصل قصير. ما الذي يحدث في الهند؟ صور غريبة وقصص أغرب. فقرة تريندينج. بلد العجائب الهند. من وين رح أبدأ؟ من الأسد المسلم ولبوء الهندوسية، ولا من المرأة اللي خطفت مذيع مشهور ليتزوجها، ولا من سائقي القطار اللي أخذوا بريك ونسيوا القطار وهو ماشي؟ اليوم رح نحكي لكم عن كل هذه القصص اللي تنفست على الترند في الساعات الماضية. ما قدرش نختار فعملت لكم استثناء. فبواش رح نبدأ؟ بواش رح نبدأ؟ خلوني نبدأ بالمرأة الهندية اللي خطفت مذيع مشهور لتتزوجه. بطلة الحكاية سيدة أعمال تدعى بوجيري دي تريشنا، بوجيري دي أو بوجير دي تريشنا، دخلت عالم الدردشة على السوشيال ميديا وبدأت تحكي مع شخص محتال تقمص شخصية المذيع براناف سيستا. كانت مفكرة أنه هو يعني المذيع شخصيا يحكي معها، بدأوا بالتواصل مع بعضهم وقدر يخدعها لمدة سنتين، وهي مش عارفة أصلاً أنه فيك أكاونت، وحبته المسكينة ودخلت في عواطف وقصة حب، والطرف الثاني كان همه الدراهم بس، يعني فلوس ماني. تريشنا جابت رقم المذيع، حاولت تتواصل معه لكنه عمل لها بلوك، شيء طبيعي جداً. سيدة الأعمال أصرت، حطت له أجهزة تتبع في سيارته واستنت الوقت المناسب وخطفته. قيداته عرضت عليه أنه يتزوجها بالقوة، رفض، حقه كذلك. فواش عملت؟ ضرباته ضرب مبرح، حتى خاف على حياته فوافق وبدأ يمثل أنه يحبها، حتى اطمنت له وحررته من القيود، ولحسن الحظ قدر يهرب وراح للشرطة
وقدم شكوى ضدها فقبضوا عليها. قصة مشوقة صح؟ هذه القصة قال عنها الناشط حمود الشمراني ما يلي: الهنود ما شاء الله خيالهم في الحياة الواقعية مثل خيالهم السينمائي في أفلامهم. تشبيه ممتاز يا محمود. حتى قصتنا الثانية وكأنها من فيلم. تخيلوا كاين ناس، أو خلوني نحدد لكم، هو حزب معين هندوسي رفعوا دعوة قضائية ضد حديقة حيوان في مدينة هندية لأنه فيها أسد اسمه أكبر يعيش في قفص مع لبؤة اسمها سيتا، لأنه أكبر يشير لاسم إمبراطور مسلم، أما سيتا فتشير إلى آلهة هندوسية. فهمتوا؟ خلوني أنا نفهمكم باختصار. بالنسبة لهذه الأشخاص الثنائي ما يقدرش يتزوجوا، عارفين يعني اختلاف الأديان. الموضوع اتطور وضخمت المشكلة لدرجة أن القضية وصلت للمحكمة العليا. لقيت الحل لهذه المشكلة في التعليقات ومن عند عبد الله اللي كتب: غيروا الاسم وانتهينا، ما له داعي الأكشن والإثارة وإزعاج السلطات والمحكمة العليا، الموضوع بسيط جدا، علاش شغلتوا أكثر من مليار هندي معاكم وشغلتونا كذلك؟ يلا تسلينا بالقصة. بس القصة اللي تسلي أكثر هي قصة السائق اللي خلى القطار يمشي بسرعة 80 كيلومتر في الساعة وراح هو وزميله يشربوا شاي بريك، يعني بسيط جدا. يعني وش صار وكيف صار وليش صار؟ الموضوع أصلا ما عندنا أي فكرة عنه، ونظن أنه السائقين وحدهم اللي عارفين وش كان يدور في راسهم، والأحسن أنه ما يشاركوه معنا، مشكورين. أهم شيء أنه ما كان فيه خسائر في الأرواح ولا خسائر مادية. عن كل هذه القصص الغريبة قال صاحب حساب جينيوس: الدولة هذه أغرب دولة بالعالم، نهضة صناعية قوية والناتج المحلي يرتفع عندهم والمرتبة الخامسة بين دول العشرين، ومع ذلك عندهم تخلف وقرارات المهبول ما يسويها. سؤال وجيه صحيح، ليش هاي القصص الغريبة نشوفها بس في الهند؟ شاركونا آراءكم. مخيم الهول في سوريا قنبلة موقوتة على وشك الانفجار، وبالرغم من التحذيرات ترفض دول عدة إعادة مواطنيها وتعتبرهم خطرا على أمنها القومي. نتابع. يعد مخيم الهول في سوريا الذي يضم عائلات قيادات وأفراد تنظيم داعش الإرهابي مركزا للفكر المتطرف في العالم، ويعد من أخطر الأماكن على الإطلاق بعد انتشار الأفكار التكفيرية بين أطفال ونساء الدواعش الذين يعتبرون ثقافة القتل حالة طبيعية لكل من لا يعتقد بأفكارهم. وبعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي وسقوط عرش دولته المزعومة، برزت المخيمات السورية كحاضنة لأيديولوجية التنظيم ومرتكزا حيويا لترسيخها ونشرها. ويضم مخيم الهول ما بين 68 إلى 73 ألف شخص. فخلال السنوات التي خلفت هزيمة التنظيم العسكرية شهد المخيم انتشارا للأفكار المتطرفة بنحو واسع على يد ساكنيه، من عائلات قتلى التنظيم والمحتجزين المتشددين والمتشددات ومن المتعاطين معه، مستغلين تردي الوضع البيئي والخدمي والصحي داخل المخيم والاكتظاظ السكاني الذي مهد لنشر فكر أيديولوجية تنظيم داعش. ويعد هذا المخيم قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر بأية لحظة، قادرة على تدمير مجتمعات كاملة بسبب الأفكار الغريبة غير الإنسانية التي يتبناها سكنة هذا المخيم. وفي ظل المطالبات بضرورة إفراغه من قاطنيه ونقل كل مواطن إلى دولته، تكاد أن تكون وتيرة هذه العملية بطيئة جداً، فدول عدة ترفض نقل مواطنيها وترى أنهم تهديد لأمنها القومي الداخلي. وحتى الآن استجابت 24 دولة فقط وأعادت رعاياها من أصل 60 دولة. فكر متطرف وعقيدة راسخة لكنها بالية، تعتنقها نساء داعش وتزرعها في عقول أبنائها ليكونوا في المستقبل وقودا لحرب تشتعل مرة أخرى إذا لم يتم التعامل معها منذ الآن. فإلى متى سيتجاهل المجتمع الدولي هذه التحذيرات؟ وما هي الوسائل للضغط على الدول لسحب رعاياها من الهول؟ وكيف يمكن تصحيح أفكارهم المتطرفة؟ الحلقة مستمرة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد.
يكافح رجال الإطفاء من حرائق الغابات سريعة الانتشار في ولاية تكساس الأمريكية، وأعلن حاكم الولاية حالة الكوارث في 60 مقاطعة في الولاية. اكتشف باحثون من جامعة كيل في ألمانيا جداراً حجرياً في بحر البلطيق قبالة سواحل ألمانيا يعتقد أن عمره حوالي 11 ألف عام. Sherlock Holmes freuen. Das ist ein deduktives Herantasten. Also wir haben diese 8500 Jahre, die es mindestens einsalben muss, wegen des Meeresspiegelanstiegs. Und dann ist die Frage, wofür ist sie gemacht worden? Also 8500 Jahre vor heute hatten wir einen Wald dort. Und das macht im Waldgebiet keinen Sinn, so eine Mauer zu bauen. Wenn wir davon ausgehen, dass es eine Jagdstruktur gibt oder ist, dann ist es Rentierjagd. Und dann müssen wir gucken, wann das Rentier diese Breiten verlassen hat, Richtung Norden. Und dann war das so vor 10.000, 10.500, 11.000 Jahren. شهر فبراير شباط هذا العام أطول بيوم واحد من المعتاد، ونحن اليوم في 29 من هذا الشهر، ما يعني أننا داخل سنة كبيسة. We'll be right back.
مشاهدينا وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.